وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. والدليل قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا فيه أن دين الأنبياء واحد، وأن الله سبحانه وتعالى بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يأمرهم بعبادة الله ويأمرهم بالكفر بالطاغوت، بل لا بد من الكفر بالطاغوت قبل الإيمان بالله، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. ولقد بعثنا، يعني والله لقد بعثنا في كل أمة، أي في كل طائفة، رسولا. ما هذا البعث؟ أن اعبدوا الله أي وحدوا الله، قلنا معنى يعبدون يوحدوا، واجتنبوا هذا أبلغ في الزجر والبعد عنهم، يعني اجعلوهم في جانب وأنتم في جانب، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، واجتنبوا الطاغوت. أحسن ما قيل في تعريف الطاغوت هذا الكلام الذي نقل المصنف رحمه الله تعالى عن ابن القيم. ابن القيم رحمه الله تعالى قال أن الطاغوت عام في كل ما تجاوز بالعبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. ما تجاوز بالعبد حده من معبود تجاوز الحد في الأشجار والأحجار وصار يعبدها من دون الله فقد جعلها طواغيت، تجاوز الحد في العلماء وأطاعهم في معصية الله لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق فقد جعلهم طواغيت، تجاوز الحد في الأمراء والسلاطين والملوك وأطاعهم في معصية الله فقد جعلهم طواغيت. ما تجاوز بين عبد حده من معبود أحجار وأشجار، متبوع علماء سوء، مطاع أمراء خارجين عن طاعة الله. نعم. وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. إذن الكفر بالطاغوت أولا قبل الإيمان بالله، وقلنا هذا معنى لا إله إلا الله، أن تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العبادة لله وحده ولا شريك له. إذن لابد في الشهادة من نفي وإثبات كفر بالطاغوت وإيمان بالله. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم، افترض الله سبحانه وتعالى الكفر بالطاغوت ثم بعد هذا الإيمان بالله. فإن شك في الكفر بالطاغوت أو توقف أو تردد أو قال أنا لا أقول شيء فهذا ليس بموحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله أي ومحمد عبد ورسوله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. يعني الذي لم يكفر بما يعبد من دون الله لم يحرم دمه ولا ماله، وهو في الأصل غير موحد. نعم.